أصدقائنا المشاهدين أهلا ومرحبا بكم، يسعدنا أن نكون معكم كل يوم ثلاثاء مع برنامج نحن أصدقاؤك، برنامج شركة المشروعات السياحية. أصدقائنا في كل مكان، إذا كنتم تريدون رياضة فصيد السمك البحري رياضة، إذا كنتم تريدون هواية فالصيد من الهوايات التي تملأ أوقات الفراغ، إذا كنتم تريدون تراثا فصيد السمك أو الحداق في الكويت هو من أهم المهن التراثية، إذا كنتم تريدون رزقا فالصيد السمك البحري هو من الرزق الحلال، وإذا كنتم تريدون أن تشاركوا معنا في مسابقة صيد السمك الثانية الحداق والتي تنظمها شركة المشروعات السياحية برعاية شركة الاتصالات المتنقلة، فحتما أنتم على الرحب والسعة، وباب الاشتراك ما زال مفتوحا، ومع اقتراب موعد المسابقة يسعدنا أن نعطيكم أيضا في هذه الحلقة من برنامج نحن أصدقاؤك المزيد من المعلومات عن المسابقة، فتابعونا. نجدد التحية إلى الأصدقاء المشاهدين، ومع اقتراب موعد مسابقة الصيد الثانية الحداق يسعدنا أن تكون معنا اليوم الأخت آلاء من العلاقات العامة بشركة المشروعات السياحية لتحدثنا أكثر عن الاستعدادات لهذه المسابقة. أهلا وسهلا أخت آلاء. يا هلا فيك. هذه المرة الأولى تكونين معنا في برنامج نحن أصدقائك. نعم. إن شاء الله أتمنى أن لا تكون الأخيرة. إن شاء الله. ونبدأ بسؤال حضرتك عن لقاء التنوير الذي تعودت شركة المشروعات السياحية أن تقوم به لكل المشاركين في مسابقاتها المختلفة سواء الرياضية أو الترفيهية. نعم، بالنسبة للقاء التنويري راح يعقد إن شاء الله قبل المسابقة بيوم، راح يشمل اللقاء التنويري اللجنة العليا المنظمة لمسابقة الحداق بالإضافة إلى اللجان الأخرى والمشاركين بالطبع، اللقاء موجه لهم إن شاء الله. إذا كان هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون بالمشاركة ولم يستطيعوا حتى الآن أن يسجلوا أسماءهم، هل ما زال باب الاشتراك مفتوحا؟ باب الاشتراك مفتوح لحد يوم 18/10 اللي هو قبل المسابقة بيوم إن شاء الله. نعم، ممتاز. طيب ما رأيك أن نعطيهم لمحة بسيطة عن يوم هذه المسابقة، كيف سيبدأ بالتفصيل وبالتسلسل؟ طبعا المسابقة الانطلاقة راح تكون في تمام الساعة 8 صباحا، وتمتد إلى حد الساعة 3:30 اللي هو موعد تسليم الأسماك. نعم. للجنة استلام الأسماك اللي راح تكون متواجدة على متن البوم اللي راح يكون موجود بالقرب من قوارب المشاركين في البحر. نعم. بعد ذلك بعد استلام الأسماك من المشاركين يتوجه البوم إلى الشاطئ اللي هو مرسى نادي الشعب البحري حتى يتم تسليم الأسماك للجنة تحكيم هناك، حيث تقوم بفحص الأسماك وكذلك وزنها لتحديد الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى، وكذلك لتحديد الفائز بجائزة أكبر سمكة والفائز بجائزة أغرب سمكة. ممتاز، دائما شركة المشروعات السياحية تدخل مفاجآت على هكذا نوع من المسابقات. سمعت وأنا أقول في المقدمة بأن الصيد هو يجمع كل الأشياء التي يمكن لإنسان أن يرغب في تحقيقها في أوقات الفراغ، سواء أن يكسب رزق حلال وأن يقضي أوقات الفراغ وأن يمارس رياضة وهواية، إضافة إلى الطعم الطيب. وبما أنه نحن يعني سيدات يمكن أن نقول إلى أين ستذهب هذه الكميات الكبيرة من السمك والتي سيتم اصطياده؟ طبعا الأسماك بعد ما يتم فرز المتسابق الفائزين الخمس الأوائل، باقي الأسماك راح يتم عمل حراي على الأسماك. نعم. للمتواجدين في نادي الشعب البحري إن شاء الله اللي هو في يوم المسابقة أثناء حفل الختام إن شاء الله. إذا ندعو أيضا سادة المشاهدين للقدوم لكي يحصلوا
حصتهم من هذا من الأسماك، خصوصا أنها راح تكون أسماك طازجة يعني. نعم، وأسماك نعم. مسابقة يعني. طبعا بالطبع. منتقات انتقاء جيد. طبعاً. طيب أخت آلاء، شركة مشروعات سياحية أيضا تعودت على أن يكون هناك فعاليات فنية إضافة إلى هكذا نوع من المسابقات، ماذا أعددتم؟ يا ريت تقولي لنا بعض المفاجآت التي لم نخبر السادة المشاهدين حتى الآن بها. طبعا راح يكون في حفل ختامي بعد الانتهاء من فرز الأسماك. الحفل راح يشتمل على مجموعة من الفرق الشعبية، كذلك راح يشارك معنا مقدم البرامج التلفزيونية الأستاذ محمد لويس بتقديم برنامج الختام، بالإضافة إلى طبعا أثناء ما يكون المتسابقين متواجدين في البحر يعني أثناء المسابقة راح يكون هناك العديد من المسابقات والأنشطة الاجتماعية والثقافية على الشاطئ، بالإضافة إلى أنه راح يكون هناك سوق بحري يشتمل على جميع الأغراض الخاصة بالبحر، بالإضافة إلى عرض لبعض الحرف البحرية القديمة الموجودة كذلك. إذن سوق للمعدات البحرية. نعم بالطبع. سوف يرضي كل محبي البحر بجميع جوانب هذه الهواية. إن شاء الله. نعم. الجوائز دائما هو أهم موضوع بالنسبة لأي مشتركين في أي مسابقة. نعم. ممكن نعرف الجوائز التي أعدتها الشركة؟ الجوائز هي طبعا 5 جوائز لأن عندنا 5 متسابقين فائزين. الجائزة الأولى هي 750 دينار كويتي، الجائزة الثانية 500 دينار، الجائزة الثالثة 350، الجائزة الرابعة 250، والجائزة الخامسة 150 دينار. بالنسبة لجائزة أكبر سمكة هي 150، وأغرب سمكة كذلك 150 دينار. نعم، أصبح من المعلوم أن راعي هذه المسابقة الكبيرة هو شركة الاتصالات المتنقلة. شركة الاتصالات المتنقلة، ما هو دورها في هذه المسابقة؟ طبعا هي الراعي الأساسي للمسابقة، بالإضافة إلى أنها إن شاء الله راح ستسهل الاتصالات بين الموجودين على السيف وبين الموجودين في البحر. ممتاز جدا. ما هي الشركات الأخرى المشاركة في هذه المسابقة أو ربما المؤسسات المشاركة طبعاً للإشراف على هذه المسابقة؟ نعم، أنا أنتهز الفرصة أتوجه بالشكر لمثل ما قلنا الراعي الأساسي للمسابقة هي شركة الاتصالات المتنقلة، بالإضافة إلى وزارة الصحة وخفر السواحل، شركة التجهيزات الغذائية، وكذلك شركة مياه الروضتين، وجميع الأفراد العاملين أو الذين سيعملون على إنجاح هذه المسابقة أتوجه لهم بالشكر الجزيل. إذن يوم الخميس يوم 19 من شهر أكتوبر من عام 2000 كلنا جميعا سوف نكون في نادي الشعب البحري من أجل التشجيع ومن أجل المشاركة ومن أجل أن نحيي هذه المهنة القديمة الجديدة بنفس الوقت، لأن البحر دائما لا ينقطع من تقديم الخيرات. وشكر كبير لشركة المشروعات السياحية المستمرة دائما في هذا النوع من المسابقات الجماعية والتي تحيي الروح الجماعية بين المتسابقين. وأنا كذلك بعد أنتهز الفرصة هذه والحلقة هذه بإني أدعو الجميع للاشتراك في هذه المسابقة، لأن المسابقة هذه دون من المشروعات إلى المواطنين والهواة صيد الأسماك أو في الكويت، نتمنى أنهم يشاركون معنا حتى يستمتعوا بالمسابقة، وكذلك قد يكونون من الفائزين إن شاء الله معنا في هذه المسابقة إن شاء الله. ودائما لا يهم الفوز، المهم المشاركة، والمهم الطقس أن يكون جميلا كما هو اليوم. شكرا لك آلاء على المشاركة. شكرا. أما إذا كان لديكم مزيدا من الاستفسار عن جوائز وخلاف ذلك، ما عليكم إلا الاتصال بالأرقام التالية: أرقام نادي الشعب البحري 56 41 953 56 41 943، وأرقام أخرى لكل من يريد الاتصال مساء 5622 560 5653 849. ونتمنى لكل المشاركين السعادة والتوفيق.
أصدقائنا المشاهدين، قبل الختام نريد أن نذكر كل السيدات اللواتي يرغبن بزيارة صالة التزلج والنافورة الموسيقية، فإدارة هذين المرفقين وهما من أهم مرافق شركة المشروعات السياحية قد خصصت يوم الثلاثاء واعتبارا من 15 من أكتوبر 2000 يوما خاصا بالسيدات. أعيد، يوم الثلاثاء هو يوم خاص بالسيدات في صالة التزلج والنافورة الموسيقية، وذلك طيلة الموسم الشتوي، ويمكن زيارة هذا اليوم اعتبارا من الساعة 4:30 وحتى 6:00 وهي الفترة الأولى، ومن 6:30 وحتى الساعة 8:00 مساء وهي الفترة الثانية. ونتمنى لكم جميعا الاستمتاع بصالة التزلج والنافورة الموسيقية. وأذكر أيضا كل الراغبين بالاشتراك بمسابقة صيد السمك الثانية الحداق والتي تنظمها شركة المشروعات السياحية، فآخر موعد للتسجيل هو يوم الغد. يوم غد هو آخر موعد، فسارعوا للمشاركة معنا ومع أنشطة شركة المشروعات السياحية. يوم الثلاثاء المقبل لنا موعد أيضا معكم مشاهدينا الكرام. إلى اللقاء.